هذه الأيام العشر التي نحن مقبلون عليها هي أفضل أيام السنة، الذكر فيها أفضل من الذكر في طوال الأيام، الصوم فيها أفضل من الصوم في غيره إلا ما كان من رمضان، قراءة القرآن فيها أفضل من قراءته في الأيام الأخرى، الصدقة فيها أفضل من الصدقة في غيرها، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، صلة الأرحام، الحج، العمرة، كل عمل صالح أيها المسلم.